السلام عليكم ايوب، كيف الحال خويا؟ شعرك بخير؟ لباس ماشي شو قلتلك؟ راهو كاينه واحد المنطقه خويا هون، كاينه بلايده هون، كانت في القديم كانت بحال جهود، نقولوا لها احنا نقولوا لها الحله ولا التراب ولا تفهم، لانها معبر توفهم، معبر كانوا يتخطاو منه الرحال ويتخطاو منه ذا كامل، يخطاو منه البال ويخطاو منه فهم المؤونه والمسائل كامل ذا كامل على بين في المقاومه، شي قديم هذا في المقاومه من بين فاش كان الاحتلال الاسباني مازال هون. وشوف وقاموا الاسبان وقاموا طرحوا فيها للغام ودسوا فيها كامل بالالغام، وراهي ماهي معروفه، وانا تعرف عن عندي الواد هون اونسيان باطايون يعني ذاك علاه هو مازال قلت لك وصافي، وراني مازال عارف منين يعني الوالد مازال عارف منين وكذا، الا بغيت نديك الى ان شاء الله هو قال فهم وتبحث، قال ولد عمي راني ماني بعد قدامك ولاني مراك. شوف لا ذو كان يا مرحبا وسهلا، المهم راك تواصل معايا باش ما كان. يلا السلام عليكم. وما الدري وصلت للمنطقه اللي فيها الانغام هي هذه، غندخل نستكشف وغادي نشوف واش فيها الانغام ولا لا. واخا هي خطيره بزاف الدراحت، علاش تقدر تكون غادي على رجلك وتعفط عليها وتشتش. هما دايرين هاد العلامات هادو كيفهموا هما الناس ديال الصحراء بان هاد البلاصه هادي فيها الانغام، كما كتشوفوا الدراري الكنواش دايرينهم زعما ما تمشيش بالطوموبيل ديالك هاد البلاصه هادي. كيف ما نخليكم التصريح ديال الدراري اللي جابوني هنايا نتوني باش نخلي هاد الشيء حتى البلاصه. المهم بعد السلام عليكم. هاد البلاصه هادي خطيره جدا لانها كانت في قديم الزمان قلت معبر ديال الحرب، اللي كل دوله كانت كتطرح الانغام باش اللي دخل عندها يطلع على داك اللغم كيتفجر. وباقي في الانغام دابا هما داروا واحد العمليه باش يقلعوا هذوك الانغام، ولكن ما ربما تقدر تلقى شي حاجه حيت ما حيدوهمش كاملين على ما اظن، ولكن هذه المنطقه خطيره 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 جدا. كيما نشوف الجمال كيما نشوف هذا اي حاجه كتخطى فوق داك اللغم كتفرقع كيف ما كانت، يا تعود جمل يا تعود انسان يا تعود داك الراجل قلت لي غنمشيو عنده على الله الدراري لقى واحد الراجل حبشينا عنده اليوم ما لقيناش، بس كيمشاو ليه جوج ديال الرجلين ديالو بجوج مشاو ليه بهذه الطريقه ديال اللغم. وهنا فين البلاصه هنا ولا فين؟ داخل باقي ها؟ هذه المنطقه كامل كانت معدلوا فيها حمله تطهيريه ازاله الانغام، تعرفوا كان هون كامل مطوخ كامل، كان سياج وكان ما تقعد لحد له بعد على بعد 25 كيلو 30 كيلو ما تقعد تقرب من هذه البلاده. عرضك حتى دريك النهار راهي بعيده فهم راك شفت انت كم من الطريق وكم من الوقت والله ليش 180 كيلومتر الدري ضربنا باش نوصلوا لهاد البلاصه هادي، والبلاصه منطقه خاليه بحال اللي قلت الحدود ما بين المغرب والجزائر. هذا كان معبر ديال المؤونه العسكر والمسائل، الناس اللي كيجيبوا التطربون باش انهم يحاصروا الضفه الثانيه طوقوها بالالغام كامله ولا غموها زمان هذا فهم في حرب الرمال حرب لي ما شوفوا دريك رجعوا فهمت ودائما يوقع هذا الحوادث. المهم الدراري غادي نغامر الدراري حيت هذه تكون اول مغامره ليا في الصحراء ديال المغرب، ولكن انا بغيت نتحدى راسي الدراري وندخل لبلاصه ونحضر راسي ونبقى غادي على الله. هنا معك ولد عمي قلنا لك والله الا مساكن عيا ومعايا الله خويا والله الا عيا ومعايا مسكن لي ما تدخلش ولكن انا غادي نغامر وغادي ندخل وغادي نشوف غادي نضرب غير شي 200 متر بحال هكا كدري داخل وغادي نشوف على الله وعسى. صافي الدراري الا مشيت المهم عينكم ميزانكم البرص لا لان هذاك الشيء كيكون فوق الرمله ما كتعرفش اللغم فين كاين بالضبط. بسم الله نشوفوا ها المهم تبقى له حجره من هنا على بعد 10 متر ولا شحال قد ما تقوم بك مين يا عمي ما شفت الحمد لله يسر الله يسر ونشوف على وقتاش كيبدا اللغم دابا من البلاصه هذه ها هذه البوابه ديال راه كتشوفوا المهم قطعنا نمشي على بقاو غاديين الدراري على الله هادي شي لغم نبارطاجي معاكم. هاد البلاصه الدراري كما كتشوفوا كامله الغام كامله شوف قدها الصحراء، هادي صحراء كامله صحراء مغربيه كامله طوقات كيف ما كتسمى طوقات كامله بالالغام، وما غاسمعوش الصوت الدراري علاش الريح سمحوا لي. باقي ما بان لي حتى شي لغم باقي ما بان لي والو، وهاد البلاصه الدراري انتردي خاصك تورك على شي وحده في الارض غنتشتت اقسم بالله لا العظيم انا باغي نلقى شي وحده دابا وانا صايم، انا صايم وباغي ما كرهتش نلقى شي وحده ربع ساعه ولا نص ساعه وانا كنقلب ولكن باقي ما بان لي حتى شي حاجه. صحراء خالية شوف الدراري في الخليج راهم الدراري في الخليج شحال دخلت دابا تقريبا دخل شي 200 متر باش تدخل ولكن داخل بشوية ما يمكنش لي نعفط خاصني نعفط بشوية
خاصة درنا عفطر شوية دابا راني داخل والله ما قادر نهضر. أخطر مغامرة درتها في حياتي هي هادي. وتا رجليا عاطيني صداع ما مساعدانيش رجليا. ثلاثة سوايع أنا كنقلب الدار ثلاثة سوايع ونص مع ثلاثة سوايع وأنا صايم والحرارة ما قدرتش ندوي. شكيت فيه بالي واحد المسمار داري شكيت فيه. قولوا هذا مازال ما عرفتش شنو كنت فيه والله مازال ما عرفتش شنو كنت فيه عامر الرغم من باسات الدراع عامر كما قال لي الدراري كما قالوا لي الدراري كيكونوا مستمر واقفين كيصونيو عليا الدراري والله الا كيصونيو عليا شوف 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 ما خصنيش نحركو الدراري ما خصنيش نحركو شوف اليوتيوب ملي كيبغيو يحيدوك يقولوا لي بحمقك ما خصكش تقيس لي البلاصه هذه البلاصه ما خصكش تقيس عليها
المسمار ولا ما خصوش يتقاس حيت شاف اليوتيوب الا تقاس هذا المسمار وتضغط غتفرقع الا ما تقاس ما غتفرقعش هذا المسمار هو اللي عليه كلشي هو هذا هو هذا ها هو هذا الدرام المسمار اللي عليه كلشي هو هذا واش ما غايسمعش جايبنا مينا يا صاحبي لقيتي هذاك الشيء لقيتو لداخل فول هي والله والله ما غيتفرقع بالرب ما غيتفرقع شوف لا 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 غيتفرقع مشاكل يا صاحبي حتى تسوى انا غاب مال ولا ما يتمال اصبح لي داكشي مشكل يا صاحبي بغيت دخل تصور مسائلك كذا شاف خير معاك زعما دينا داكشي في الواتساب يمشي معايا صاحبي راه خطير قسما بالله الا جربتو الحجر والله ما طرق ولا ولا لا الله زرق عندك هذاك الويل خويا رانا صايمين ايوب لا يلاه بلا عندك داكشي يا صاحبي زرق عندنا الويل بلاش بلاش اسمع والله الا حل زوون حل زوون نمشيو للجندارم ونقول لهم لقينا لقينا هذا انت شكون ضمن لك اصاحبي ان الناس الجندارم غيطرطق هذاك الشيء في الطريقه صافي كنقول لك الناس اصاحبي دايرين هون حمل هذه الامور ترى حنا يوم بزاف صابرين معاك اللي جايبو حتى لعندنا حنايا صاحبي راه كاين شي واحد ثاني راه غيشوفك جاي راه في الدوره ما غاديش يشوفك في الكازا الله يسهل عليك والله غير شويه ما تحركوش اصاحبي بزاف رد صاحبي هذاك الشيء راه خطير اصاحبي ها راه فضح عليك خويا وعيب صافي رجع خويا جاي من الوالي اصاحبي بالياتنا وامهاتنا وتركتنا اصاحبي باهي صافي انا نرجع